حياكم الله مشاهدينا في فقرة قول رأيك. سؤالنا اليوم مختلف، هو ترتيب أولويات بيت، سيارة، زواج أو مشروع تجاري. خلينا نشوف الزوار اليوم كيف رتبوا أولوياتهم. أول شيء السيارة، وبعدين البيت، مشروع الزواج، آخر شيء الزواج. مشروع تجاري بعدين زواج. نعم. طب ليش سحبت على بنت الحلال آخر شيء؟ عشان ما ورطها معي. سيارة، أوكي، زوجة، بيت، مشروع. حبيبي أحس اختيارك سليم، ما أدري ليه. والله إن شاء الله، بس عساها تجي. بس بنت الحلال ولا المشروع ولا السيارة؟ البيت والمشروع، الباقي موجود. مشروع، بعدين بيت، زواج، آخر شيء السيارة. مشروع لأنه هو اللي راح يفتح لي بيت، يجيب لك سيارة ويجيب لك زوجة، يجيب لي زوجة وبعدين نفكر في السيارة بالأخير، هي آخر شيء صار. طب خلي الزوجة آخر شيء. لا الزوجة أول عشان هي تعانيني، بعدين هي اللي تساعدني في إن شاء الله. تختار معك السيارة، تختار معايا بأشياء ثانية غير السيارة. أول شيء مشروع، بعدين البيت، بعدين الزواج، بعدين السيارة. شو فيكم على السيارة يا جماعة؟ السيارة لأنها أي شيء، وسيلة وليست غاية. أحسنت. والبيت قبل الزواج لأنه ما ينفع زواج. طيب متأثث أنت البيت ولا هي؟ نص نص. لا أول شيء المشروع، بعدين بعد ما ينجح المشروع نتوجه للزواج، وبعد ما الله يوفقنا بالزواج نفكر على البيت، السيارة، بعدين البيت. طيب بالحياة الواقعية انت كيف رتب كحياة واقعية، كيف الترتيب؟ بديت بالوظيفة، اوكي، بعدين بدينا بالسيارة، بعدين بدينا بالزواج، بعدين بدينا بالبيت. البيت الحمد لله اخر شيء الواحد هو المفهوم الاوليات، لكن الواحد يحتاج انه يعني يعود نفسه، يجمع لغاية ما يكون المكان المناسب. البيت اول شيء، بعدين السيارة، أوكي، بعدين المشروع، بعدين الزواج. آخر شيء زواج. أكيد آخر شيء الزواج. شو ما تتوهق معه؟ بنيت نفسك بس.